عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاته، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الذهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل. صدقني يا مرقص السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف. ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن. اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين ذهب كنت عايز اتصرف فيهم. بس خلص الاستاذ مرقص. لا والله ابدا خلص الشيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجه. ما يصحش يا مرقص. طب وريني عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب اصلي كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ تحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه. ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمده. يا عم خليك معايا. ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت على رزقك وافطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوم وتصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني حجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها كنت اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الله انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر انا صايم يا مرقص، ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره، المغرب لسه مدا. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل. شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلولة، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجواهري يكلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويليام. جورج مين؟ انا جايب لك شريك تاني، جارك الراجل الطيب ده الشيخ حسن. المهم يكون برضاك يا مرقص. ده انا اتمنى يا شيخ حسن، وانا هلاقي شريك احسن منك. وانا شرفني يا مرقص. يلا حطوا ايديكم في ايدين بعض، بركة الرب تحل عليكم. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. إياك نعبد وإياك نستعين. واغفر لنا ربنا. يلا جنت يلا جنت. وسع وسع هدومك والزيت يا ست. وسع. يا رزق صباحتك قشطه يا رزق. بقول لك ايه يا بدوي، انت سيبني في حالي لحسن انا خربان من ليله امبارح وعميان وشايف قدامي. يا راجل ده انت اصحاب المخبز مدلعينك اخر دلع، ده انت طول النهار بتبلبط في العجين. الله الله. طب ليه اللبلبه والنقي ده على الصبح؟
فين الدلع ده؟ يا راجل ده كفايه عليك عمك مرقص، ده انت لو عملت ايش باللازي مش عارف ايدك قبض زي بعض. مرقص؟ اعوذ بالله. طب ايه رايك بقى يا بدوي؟ مرقص كل يوم يمشيني والشيخ حسن يرجعني. لا والله؟ صباح الخير. يا سيمورس سلامات. يا سيمورس اهلا يا جورج. يعني لما انت عايز تشارك واحد في المخبز ما انا كنت قدامك اهو، بدل ما تروح تشارك واحد زي حسن العطار ده. ماله حسن العطار؟ تضمنه منين؟ تسيب المسيحي ابن دينك ابن معموديتك وتروح تشارك واحد مسلم؟ خليك في حالك يا جورج. انا في حالي بس انا قلت لك وخلاص. حرص منه يا مروس. شيخ حسن، يا شيخ حسن، يعني ما لقيتش غير مرقص عشان تشاركه ومسيحي؟ شوف حصته اللي دفعها كام واديها له وانا هخش معاك عشان ربنا يبارك لك في القرش اللي هيجي لك. واحنا بنشتغل في الحرام يا حاج مصطفى؟ احنا بنشتغل في العيش واحنا فاتحين مخبز بيره. عموما انت حر، اللهم بلغت اللهم فشل، بس لاجل الامانه حرص منه. انا دماغي هتتفرتك يا بدوي، في حاجه كده مش فاهمها بتحصل قدامي كل يوم. حاجه ايه؟ عم مرقص ده مش عارف اذا كان مسيحي ولا مسلم. انتهى بالياض. اسمه مرقص هيبقى ايه؟ نيجيري؟ كل يوم بيجي يقرا على العجين، اسمعه بيقرا قران. عم مرقص بيقرا قران؟ لا ده انت سطلت رسمي. عشان هو مضايقك شويه عايز تطلعه مسلم؟ المصيبه الثانيه الشيخ حسن. ماله راخر طلع يهودي؟ داخل عليه مره لقيته بيرسم الصليب على العجين، اول ما شافني عمل نفسه بيمسح حرقه. لا ده انت حالتك صعبه قوي يا رزق، انت لازم تبطل برشام اللي انت بتبلبعه ده. ده انت قلق مش قادر تفرق بين الهلال والصليب. سعيد يا مروس يا اخويا. اهلا يا جورج. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا عمو؟ احنا اسفين جدا اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق، بس احنا بنعتبر نفسنا اهل. ده بيتك يا جورج. ليه التعب ده؟ اتفضل اتفضل. احنا ما باركناش ليك على المخبز، احنا مقصرين في حقك يا مرقص. ما تقولش كده يا جورج. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عمو؟ ما شاء الله. عايزين نفرح بهاني بقى يا عم جورج. ما احنا جايين النهارده عشان نفرح بيه يا مرقص. يا عمو مرقص، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسه مريم بنت حضرتك. انت بتقول ايه؟ بنتي انا؟ ما انا عارف انها لسه ما خلصتش جامعه. احنا هنعمل جبنيوت بس، بعد كده هاني هيستناها لغايه ما تخلص دراستها. جبنيوت مين؟ ما تهدى يا مرقص، قلنا جبنيوت بس. الولاد يلبسوا الدبل لبعض والبنت تاخد شبكتها، بعد كده باسبوعين هنعمل نص اكليل، وبعد كده هاني بقى يستناها على مهلها لغايه ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبعد كده نعمل اكليل. ولا نص ولا ربع ولا جبنيوت، انا بنتي مش هتتجوز دلوقتي خالص. انت هتعمل كده ليه يا مرقص؟ ابني هاني ايه اللي عيبه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جورج، اللي في دماغه ده تشيلوه خالص. يا جماعه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ صوتكم جاي باخر الشارع. تعال احضرنا يا شيخ حسن، الاستاذ هاني جاي يتجوز بنتي، بنتي انا. وفيها ايه يا مرقص؟ احنا جبنا لك من بعد يا راجل. خلاص يا مرقص، اذا كنت عايز البنت تكمل تعليمها ما تعمل جبنيوت. ده هيقول لي جبنيوت برضه. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. خلاص يا جورج سيب الموضوع ده عليا انا، مرقص اصله اعصابه تعبانه شويه، مشاكل المخبز ما بتخلص. متشكرين يا مرقص، متشكرين قوي. يلا هاني يا ابني يلا بينا. هتاخد ايه معاك؟ ايه خد. هو الراجل قال هيتجوزها، ده هيعمل جبنيوت. جبنيوت ايه بس يا شيخ حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي مضايقك من الجبنيوت يا مرقص. انا عمري ما شفت حد زينا في الدنيا. انا بشكر الله ان موضوع زي ده ما تمش. كل حد ناسب راجل زي ده ازاي؟ انا عارف هو عامل كده ليه يا بابا. العروسه مشغوله، في حد مالي دماغها. لو كان في حد تاني كان ابوها قال،
انما ده رفض من الباب للطار. ما هو ما يقدرش يقول. ما يقدرش يقول ليه؟ علشان اللي مالي دماغها يبقى عماد ابن الشيخ حسن. عماد ابن الشيخ حسن دي مسيحيه وده مسلم. انت تكلمني. وعم مرقص لما حب يشارك شارك مين؟ مش شارك الشيخ حسن وفضله عليك انت يا بابا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا هاني. ما تولعش الدنيا. ماشي. بس الايام هتثبت لك ان انا صح. يلا يا جرجس يلا. انا جاهز اهو يا بابا. عاوز اجي معاك القداس. خليك انت يا ماتيلدا، هنصلي لك انا وجرجس. مش قادر اسمع الاذان وانا قاعد هنا يا زينب. ما صلي هنا في البيت وربنا يتقبل صلاتك يا محمود. بس صلاه الجامع وحشتني، وبالذات صلاه الفجر. اوعى حد يشوفك يا بولس، ربنا يحافظ عليك. اوعى حد يشوفك وانت داخل الجامع. ربنا هو المعين يا زينب. صباح الخير يا مرقص. ازيك يا شيخ حسن؟ على فين العزمي بدري كده؟ رايح اصلي. واحنا كمان رايحين نصلي. طب اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه، في انهي جامع؟ معرفش أصلاً، لسه جديد في المنطقة الحقيقة. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في آخر الشارع ده. صحيح. ده اللي قدام الكنيسة. أيوه. يبقى طريقنا واحد. تفضل يا شيخ حسن. تفضل يا هرس. تفضل. لا والله تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا حسن. تفضل، ما احنا هنشوف بعض. يلا. يلا فين؟ يلا. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل. تفضل يا مرسي. تفضل.